أنا في اليوم الثالث من المهرجان ديال الفروسية التقليدية اللي كتنظمو جماعة سميحية الجزائر، فكتشوفوا المحرك كيفاش بهذا النظام اللي كيعطي للشربات واحد الراحة في الانطلاقة وفي الوصول والرجوع بجنبات المحرك. الجمهور واخد حقه في الفراجة، الركاب قدمين الشربات ديالهم واخدين حقهم في التبوريضة، والمنظمين كيفرحوا إلا ضربوا تمارة على شي حاجة كيكون الأكل ديالها، وإلا كان شي نقاط تنظيمية فالغرض منها فقط أن لكل ذي حق حقه، الغرض منها فقط بأن البرد ياخذوا حقهم في عدد ديال الطلقات كونوا متساويين. ما لك وما عليك نكونوا متساويين أمام أحبابنا وهلنا والجمهور اللي جا حاضر من أجل هذا التبوريضة. فنتمنى إن شاء الله أننا نكملوا داك الترتيب ومشيو للطلقة الثانية، راه حنا غادي فيها، راه بزاف ديال الشربات اللي داروا الطلقة الثانية وممكن حتى الثالثة، ونبداو بالعيطة لأن كتبغيو تعرفوا سمياتكم ولكن راه باقي الشربات تيتقيدوا. يا لا يا الشرفة مالي الخاين، يا الشرفة مالي الخاين، جمع عندكم الرحيم، ويا الشرفة ويا العلامة، سيدي حيا زعير كتعلم اللامة، وعلى تراب المهرجان اليوم ملقانا، يلا يا الشرفة مالي الخاين، سلحوا لي يا زين الخاين، سلحوا لي يا زين الخاين، بكساسيات مشيت فين، سلحوا لي العود البرقي، بحوافر يدق لي في قلبي، وسلحوا لي العود الذهب، كيقلع الطيب ويبعد الهم، وسلحوا لي العود الأزرق، الريال فوق ظهرو كيبرق، وسلحوا لي العود الكبري من سبيب وخليه فراش قبري، وسلحوا لي حجر الواد ما نبيع وما نكرين خليه الأولاد، أمانة عليكم يا زعير لا تفرطوا في تراث البلاد.